في فيديو النهاردة هنعرف functions أكتر وهنشوف شوية examples زيادة. فمثلا قدامنا هنا example دوت، ده كود بيعمل blink led متوصل على بن 5. فأول حاجة بتعرف البن اللي متوصل عليه led ب int led equal 5، فمعنى هنا ال variable led هو اللي هيبقى فيه رقم البن. وممكن برضو ب define hash define led 5. الفرق ما بينهم ان hash define ما تعتبر ما تاخدش من memory، لان هاش ديفاين بتخلي الكومبايلر قبل ما يعمل ابلود للكود على البوردة بيبدل اي كلمة ليد في الكود برقم 5، فبالتالي مش بياخد من الميموري بتاعة البوردة، على عكس انت اللي هو بيتحط كده على البوردة وهي نفسها اللي بتشتغل بيها. فبعد ما عرفنا البن، بعد كده هنحدد المود بتاع البن دوت بفانكشن اللي هي بن مود. بن مود دي فانكشن بتاخد 2 بارامترز، اول حاجة البين اللي عايز البين المود بتاعه، وتاني حاجة هو المود. عندنا 3 مودز، اوتبوت وانبوت وفي انبوت بول اب. اوتبوت ده ساعتها البين بيشتغل على اوتبوت بيبقى مستعد ان هو يطلع اوتبوت، وانبوت لو انت هتاخد انبوت من البين دوت. انبوت بول اب يشغل البولر ريزيستور اللي جوه البين، فاحنا هنا عايزينه اوتبوت عشان ينور الليد او يقفله. عندنا تاني فانكشن هي ديجيتال رايت. ديجيتال رايت بتاخد 2 بارامترز، الرقم البن والهاي او لو. فهنا مثلا هنعمله هاي فهيطلع 5 فولت على البن اللي هو الليد اللي هو البن 5، فساعتها الليد هتنور. فانكشن كمان هي ديلي. ديلي دي بتوقف الكود مؤقت بالمدة اللي محطوطة في الكبارامتر، والرقم ده بيكون بالملي سكند. ف1000 ملي سكند هنا يعني ثانية واحدة. بعد ما الديلي هيخلص هيقوم مطفي الليد وهيستنى ثانية واحدة ثانية، وكده الكود هيعيد تاني من الأول فهيشغل الليد وهكذا. هنبص على سيميوليشن عشان نعرف ازاي ده بيشتغل في الحياة عندنا. فده موقع تينكر كاد، ودي عاملين هي البوردة بتاعت الأردوينو أونو، وهنا ده الليد هو متوصل على بن 5 والناحية التانية متوصل بالجراوند عندنا. ده نفس الكود اللي احنا شغالين بيه، هو اللي احنا كنا شغالين بيه هناك في الأردوينو. فلو عملنا ستارت كده هيبدأ الليد بلينك. الكود زي ما هنا شايفين اشتغل بانت ليد ايكوال 5. ممكن نخليها هاش ديفاين والكود هيشتغل بنفس الطريقة بالظبط. عادي هيشتغل عادي ولا كأن في حاجة مختلفة بالنسبة له. تاني اكزامبل معانا هو ليد، وبيشتغل لما بندوس على بوش بوتن متوصل على بن 2، فمعنى الليد محطوط على بن 5 والبوش بوتن على بن 2. اول فانكشن قدامنا هي السيريال دوت بيجن، هي مش مهمه بالنسبه لنا هنا، هي دي بتستخدم عشان تبدا السيريال كوميونيكيشن، وهنعرفه اكتر في قدام شويه فيديوهات تانية فهنسيبها دلوقتي. عندنا هنا بن مود تاني وعلى البوش بوتن، هنا هيشتغل كانبوت لان احنا عايزين نقرا البوش بوتن متداس عليه ولا لا، والليد هيبقى اوتبوت عادي. دلوقتي احنا عايزين نعرف البوش بوتن مضغوط عليه ولا لا، فهنعمل فاريبل جديد اسمه بوتن ستيت، وده هيعبارة عن ديجيتال ريد البوش بوتن. ديجيتال ريد بتقرا هي هاي او لو عن البن اللي هتوصل بيه. فدلوقتي بن الاتنين اللي هو بتاع البوش بوتن هنقرا منه ديجيتال ريد، فلو مضغوط على البوش بوتون فالبوتون ستيت هتبقى هاي، لو مش مضغوط عليه فهتبقى لو. فبعد كده هنا هي بيقيف البوتون ستيت ايكوال ايكوال هاي، هيبقى ساعتها البن هيبقى هاي كمان فهينور البن. لو مش مضغوط على البوش بوتون لو لو فساعتها هيعمل البليد ده هيطفي بلو. هنا الكونديشنال اف عندنا هنا بتتكتب بالظبط شبه في السي، فبيبقى اف وبعد كده بنفتح الاقواس وبنحط فيها الشرط جوه، وبعدها بتحط فيها اللي هو الحاجة اللي هتحصل لما الشرط يتحقق. وممكن نحط الكيرلي براكتس او لا، عشان هنا بالسطر واحد ستيتمنت واحدة فمش لازم نحطها، لكن لو بيبقى اكتر من واحدة فبنحط الكيرلي براكتس. وفي عندنا else if برضو شبه كأنك في السي او اي لغة تانية عادي. نشوف السيميوليشن بتاع ديت. فدلوقتي عندنا هذه البوردة، فعندنا هنا البوتن متوصل بالخمسة فولت، ومن الناحية التانية متوصل بالبن رقم 2.
وعندنا الليد متوصلة زي اللي شفناها في السيميليشن اللي فاتت بالظبط. فلو جاء ونفس الكود عندنا اهو، هو نفس الكود. فلو عملنا ستارت، اول ما هضغط على البوتون الليد بتنور. بس كده، دي كده نهاية الفيديو دوت، وهنكمل بقية الاكزامبلز وفانكشنز زيادة في فيديوهات جاية.